بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وعدتكم إن شاء الله بحول الله، اليوم ها سيروكي معنا وها صاحبنا الجديد. هذا مازال ما عطيتلوش سمية، هذا مازال ما عطيتلوش سمية، ولكن هذا الوليد صغير إن شاء الله بحول الله. كما وعدتكم إن شاء الله بحول الله، اليوم غادي نحاول نوجد واحد الأكلة اللي هي اللي غادي ترفع لنا من السعات الحرارية تاع نتاع الطيور، خصوصا راك تعرفوا هذه الأيام اللي باردة وباردة وباردة بزاف، خصنا نعوضوا الطيور ديالنا بواحد الانواع تاع الماكولات اللي هي خاصه اللي تكون فيها واحد السعات حراريه كما قلنا باش ترفع الحراره تاع الجسم ديالهم. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نقترح عليكم هذه الاكله هذه اللي كتصلح لتجهيز الطيور للتوالد، وتصلح كذلك حتى الفراخ، الفراخ اللي تكون يلاه تفقست حادثه من البيوض، يعني بحال هكا كتصلح لهم الماكله ديالهم باش تطلع الفراخ في حاله صحيه جيده ان شاء الله بحول الله. هذا كما تشاهدوا هنايا، هذا الذرة، السميد نتاع الذرة، شنو قبضناه؟ قبضناه فورناه باش يتطلق شويه ويجي حتى زين في الماكله. كاين اللي كيعطيها كبدير بلا تفوار، انا هذه هي المره الاولى ان شاء الله بحول الله اللي فورته. هذا بعدا على العموم بعدا هو بعدا راه فيه واحد الفوائد اللي هي كبيره. هذا كنا قلنا السميد نتاع الذرة. المهم ما غاديش نقول لكم المقاييس، المقاييس على حسب العدد تاع الطيور اللي عندكم، واش قليل بزاف ولا كثير. المهم نحاولوا ان شاء الله بحول الله اننا نديروا الكميه الكافيه. اللوز غادي نحاول نضيف مقادير معينه، كي نخلط ان شاء الله بحول الله في التالكه غادي نخلط الاكله ان شاء الله، غادي نعرفوا المقدار اللي خصنا نزيدوه من هاد المكونات. اللوز على العموم زين ديره، هذا زنجلان، هذا زنجلان، اش اجي حتى انت اش اش اجي ما تبرزتناش. هذا زنجلان حتى هو غادي يرفع لنا القيمة الغذائية نتاع هاد الماكلة. هذا زريعة الكتان، كاين اللي كيديرها كاين اللي مكانش يديرها، كاين اللي عنده تحفظ عليها، أنا كنديرها الطيور ديالو الحمد لله الأمور دائما كتمشي مليح. نحاولو نديرو منديروش بها واحد الكمية اللي هي كبيرة. أش أسي روكي، أسي روكي شوف معانا هنا يا صاحبي، شوف معانا هنا شنو كنوجدولك روكي، شوف معانا يلا أجي عندي أجي عندي روكي أجي أجي نزيدو ان شاء الله بحول الله. هذا هنايا لينجبار، حتى هو كميه ما كثروش به بزاف، ما كثروش به بزاف. اجي 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 حتى انت اجي لهنا، اجي لهنا، اجي لهنا، اجي حتى انت عزيز عليك روكي راه قدام، ايوا قعد قدام روكي هنا يا صاحبي، يا ما تبرزت يلا طيب طول الراس. قلنا شويه تاع الجبار، زدنا القرقاع مطحون، هادو كاع قمنا بالطحن ديالهم. هو القرقاع، القرقاع واشنو غير ملي الجو راه بارد، هو ما القرقاع كيما نقولوا من الاخر اللي كيقدروا اللي كيقدروا يتسوسوا، اللي يقدروا يديروا لنا مشاكل. المهم ولكن من حد الجو بارد ماشي مشكل، وكما قلت لكم غادي ديروا واحد الكميه محدوده اللي غادي تستطيعوا ان شاء الله بحول الله ياكلوها في ظرف يومين ولا ثلاث ايام، ومن الاحسن بعد بقى يجدد كل مره ما يديرش واحد الكميه كبيره يخليها تقعد واحد المده كبيره. اذا نعم اول قرقاع، هذا القس الهندي، القس الهندي راه غني على التعريف، هو قبضناه طحناه. القس الهندي راه عنده واحد الفوائد غذائيه كثيره، منها محاربه البكتيريا، منها الفتح نتاع الجيوب الانفيه التنفس، وكاين اللي كيستعملوه في الماء يوميا ملي كيكون عنده مشكل نتاع الريش، مشكل نتاع السوسه نتاع الريش، كاين اللي كيداويها غير من هذا القسط الهندي، حتى هو فيه واحد القيمه غذائيه كبيره. نزيدو الى بغينا نضيفو نضيفو حتى الزعتر، الزعتر كيعطي واحد النكهه زينه وواحد الرائحه زينه. ثم هذه كيستعملوها النيجر، كيستعملوه
في التجهيز راه مره كتهرب من المصطلحات، راه مالي الدار كيعاونونا باش اننا نتفكروا. اذا النيجر هذا ما كثروش به بزاف حتى هو كيصلح للتجهيز تاع الطيور في المساعده على التجاوز تزاوج تزاوج عفوا. نخلطوا شويه، نخلطوا هذه المكونات. اش طاب باس عجعت ولا اودي السي سعاد؟ نخلطوا هذه المكونات المهم باش ما نطولش عليكم، نخلطوا هذه المكونات مليح بسرعه. الان بعد ما خلطنا الخليط روكي قلنا شي حاجه روكي نضيفوا كما قلنا واحد جوج معلقات ولا ثلاثه جوج معلقات ولا ثلاثه نتاع زيت الزيتون باش نبسوها باش ما تبقاش ناشفه، ونزيدوا كذلك العسل الحر العسل الحر نزيدوا كذلك العسل الحر وهرب الرع هرب الرع. والله الا ننصحكم الاخوان الاخوات استعملوا هذا 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 هاد المكون الغذائي راه زين وزين وزين بزاف، قلت لكم لا بالنسبه للطيور لا في هذا الجو تاع البرد ولا بالنسبه للتجهيز نتاع الطيور ولا حتى الفراغ اللي كتفقس، واحد القيمه غذائيه كبيره. المهم غادي نخلطوا ان شاء الله هاد الاخر وغادي نعطيوه هاد المكونات وغادي نعطوها للطيور ديالنا ان شاء الله بحول الله. كان هذا الشيء ان شاء الله اليوم بحول الله ما قدمناه في القناه تاعنا اللي هي من قناه نوعات جلاب. الى عجبكم المحتوى راكم عارفين واش غادي ديروا بلا ما نكثر معكم في الهضره. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.